الرئيس السيسي يبحث مع العاهل الأردني هاتفياً القضايا الإقليمية ويشدد على ضرورة توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي. صندوق النقد يوافق على برنامج تمويل إضافي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، والحكومة تعتبره ثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية. التونسيون يواصلون التصويت لاختيار 161 نائبا في البرلمان، والرئيس التونسي يعتبر الانتخابات فرصة تاريخية للتغيير. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية من تطور مستمر وتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وخلال اتصال هاتفي أجراه مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، شدد الرئيس السيسي على أهمية استمرار جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي المختلفة وتعميقها بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه أشاد العاهل الأردني بالعلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والأردن وبالتنسيق الدائم مع الرئيس السيسي، مؤكدا تطلعه للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة. هذا وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال يأتي في إطار التشاور المنتظم بين الرئيس السيسي وشقيقه ملك الأردن، حيث تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عاد إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة الأمريكية الأفريقية بالعاصمة الأمريكية واشنطن. هذا وشهدت زيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن عقد العديد من اللقاءات مع كبار السياسيين وصناع القرار ومجتمع رجال الأعمال الأمريكي. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية في العاصمة الأمريكية واشنطن. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام رادي بأن السيد الرئيس شدد خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي وتيسير اندماج الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي. وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة السيد الرئيس تضمنت عقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، واستقبله وزير الدفاع الأمريكي السيد لويد أوستن بمقر البنتاغون في واشنطن. كما التقى السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي. والتقى مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي. وكذا أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وكذلك عدد من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية. كما التقى السيد الرئيس رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنيفي والسناتور لينسي جراهام عضو مجلس الشيوخ الأمريكي. كما عقد السيد الرئيس لقاء مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي
لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين. والسيد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، وكذا السيد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين. وعقب انتهاء الزيارة غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الأمريكية واشنطن، وكان في وداع سيادته كبار رجال الدولة الأمريكيين وأعضاء السفارة المصرية عائداً بسلامة الله إلى أرض الوطن. أعلنت مصر موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق ومصر ممثلة في الحكومة والبنك المركزي المصري بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة 4 سنوات، والذي سيتم دعمه من قبل صندوق النقد الدولي من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد لمصر. وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء في بيان أن الاتفاق سيتيح حصول مصر على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية. كما يتيح الاتفاق القدرة للدولة على التقدم للحصول على تمويل إضافي من خلال صندوق المرونة والاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثا بصندوق النقد الدولي. هذا وتمثل موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل تأكيدا إضافيا على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية للبرنامج، كما تعكس أيضا الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة. كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على إقراض مصر 3 مليارات دولار في ترتيب مدته 46 شهرا في إطار تسهيل الصندوق الممدد. وبحسب بيان للصندوق فإنه سيقدم لمصر 347 مليون دولار بصورة فورية لمساعدتها على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية. ومن المتوقع أن يحفز البرنامج تمويلا إضافيا بقيمة 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين. We'll be right back.
قرار صندوق النقد الدولي يأتي في إطار سلسلة من إشادات العديد من المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري وثقتها في تحقيقه أعلى معدلات النمو رغم التحديات العالمية. العديد من المؤسسات المالية أكدت أن الاقتصاد المصري هو الأنسب والقادر على تحقيق معدلات النمو في ظل الأزمة العالمية التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم بالعديد من دول العالم. الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري شهادة تتجدد بشكل دوري، فكافة المؤسسات الدولية تجد في الاقتصاد المصري هو الأنسب والقادر على تحقيق معدلات النمو في ظل الأزمة العالمية التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم بالعديد من دول العالم. فقد نجحت الدولة في تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد مرن قادر على تلقي الصدمات، وهو الهدف الأساسي الذي تحقق من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وإطلاق العديد من الحوافز الاستثمارية ومشروعات قومية كبرى تجعل مصر واقفة على أسس صلبة. تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة أكد أن مصر تمكنت من التقدم في مؤشر التنمية البشرية على بعض الدول ذات الدخل المتوسط، فضلاً عن انخفاض معدلات البطالة وتعزيز إدماج المرأة وقضاياها في السياسات المختلفة وتعزيز دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن تحقيق الدولة نتائج جيدة في ضوء صعوبات وتحديات، وذلك انطلاقاً من مبدأ الحق في التنمية. أما وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أكدت في تصريحات سابقة لها على صلابة ومتانة الاقتصاد المصري أمام الأزمات، ما جعلت منه نموذجا تنمويا يحتذى به خاصة في ظل التوترات التي تشهدها بعض دول المنطقة وهروب الاستثمارات منها إلى مصر لقدرة اقتصادها على مواجهة وامتصاص الأزمات بجانب جهود الدولة على إزالة العقبات والقيود التي كانت تعرقل جهود جذب الاستثمارات الأجنبية. وتزداد توقعات المؤسسات المصرفية الدولية بتحسن الاقتصاد المصري بدعم زيادة تدفقات النقد الأجنبي وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، بجانب الانتعاش النسبي في قطاع السياحة وبدء تعافيه من تداعيات وباء كورونا. وتسهم إشادة كبرى المؤسسات العالمية بالاقتصاد المصري في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وفتح آفاق استثمارية عابرة للحدود، وتمثل شهادة نجاح جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ما يؤكد أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح دون أدنى تشكيك. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي افتتاح مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع، واستمع لشرح حول معدات المصنع وما يتم إنتاجه في مجال تنقية المياه ومحطات المياه وقطاع الطائرات. وأوضح مدبولي أن المركز يهدف لتعميق التصنيع المحلي ويحتوي على أحدث الماكينات، ومنها موضوع مضخات وطلمبات المياه التي تستخدم في مشروعات الصرف الصحي. بتعميق المكون المحلي وتطبيق الرقمنة الصناعية وتوطين التكنولوجيا وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مركز التصنيع الرقمي خلال جولة تفقدية لمصنع المحركات بحلوان التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك بهدف تصنيع وزيادة الإنتاج من مضخات مياه الشرب والصرف الصحي اللازمة للمشروعات القومية والتنموية الكبرى كمشروع القرن حياة كريمة. اللي احنا النهاردة موجودين فيه هذا المكان عشان نعرف بس أهميته، إن هذا الصرح الجديد هو يحتوي على أحدث وأعقد الماكينات اللي وصلت إليها التكنولوجيا العالمية في تصنيع كل مكونات حاجات كتيرة قوي، ومنها وهو الأهم بالنسبة لنا احنا يعني بحكم العمل الكبير اللي مصر بتعمله، موضوع مضخات وطرمبات المياه اللي بتستخدم في محطات تنقية المية، محطات الصرف الصحي، محطات الصرف الصناعي. المركز الحقيقة بيتسم مع ما تنشده الدولة وما تنادي به الدولة من تكنولوجيا عالية في تتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة في مجال التصنيع. هي عندنا الماكينات اللي موجودة في هذا المركز
كلها ماكينات متقدمة جدا. المكنة الواحدة ممكن تحل محل 15 ماكينات من الماكينات المتقدمة. على مساحة 3750 متر مربع يضم مركز التصنيع الرقمي 15 ماكينة من أحدث الماكينات في مصر بتكنولوجيا يابانية وألمانية وأوروبية. المصنع فندم ده تقريبا المصنع رقم واحد في مصر، بيعمل بنظام الرقمنة الصناعية والثورة الصناعية الرابعة، يعني تقريبا ما فيهوش تدخل بشري خالص. المصنع ده يا فندم هيتيح لنا ان احنا نعمل منتجات صناعية ما انتجتش في مصر قبل كده. مصنع المحركات نجح مؤخرا في انتاج 3 طرازات من مضخات مياه الشرب اطلق عليها اسم كيلوباترا بنسبة تصنيع محلي تصل الى 78%، اضافة الى تخصص المصنع في مجالات دعم الصناعات الحربية والسكك الحديدية وعمرة وإصلاح محركات الطائرات المختلفة. توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي استراتيجية تنتهجها الدولة المصرية في إطار الثورة الصناعية الرقمية الرابعة، وهو ما يتجسد هنا بافتتاح مركز التصنيع الرقمي بمصنع محركات حلوان ضمن خطة الهيئة العربية للتصنيع لافتتاح مثل هذه المراكز بكافة المصانع التابعة لها. سالي سالم، التلفزيون المصري. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي سيرجي لافروف لبحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وتناول الاتصال مسار تنفيذ المشروعات الاقتصادية التي تطلع بها روسيا في مصر، حيث ناقش الوزيران عددا من التطورات على المستويين الإقليمي والدولي. كما استعرض شكري موقف مصر تجاه مختلف التطورات في الشرق الأوسط ونتائج الاتصالات التي تجريها مصر لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 662 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 655 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية. وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قرابة 128 طنا في مجالي حجب بالسلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، كما تم ضبط أكثر من 455 طنا في مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض، إلى جانب ضبط أكثر من 52 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. يأتي ذلك في إطار ضبط أيضا 20 طن من الأسمنت في مجال البيع بأزيد من الأسعار لمواد البناء، فضلا عن ضبط 951 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 184 قضية خبز ناقص الوزن و 196 قضية خبز غير مطابق للمواصفات.
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية رامية إلى مواجهة جميع أشكال الخروج عن القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية، ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 25 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 5396 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 21 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1,707,798 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 13,014 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت قرابة 6,404 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، كما تم ضبط 4 قضايا بيع بأزيد من السعر أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 14.5 طن، وضبط 18 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات قاربت على 125 طن، وكذلك ضبط 6,426 قضية مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 316 طن دقيق بلدي مدعم، كما تم ضبط 42 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت حوالي 207 طن سلع غذائية متنوعة وأكثر من 36.5 طن دقيق أبيض، وتم ضبط 3,216 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت ما يزيد على 208.5 طن سلع غذائية متنوعة وحوالي 134.5 طن دقيق أبيض، كما تم ضبط 104 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت 122.5 طن دقيق وحوالي 99 طن سلع مدعومة متنوعة، كما تم ضبط 4 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 22 طن أسمنت و5 طن حديد، كما تم ضبط 487 قضية في مجال حجب أرز الشعير بمضبوطات قاربت 4,249 طن، كما تم ضبط 292 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 94,026 عبوة سجائر. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصرية، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 601,599 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 328,980 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3,149 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 149 سائقا منهم، كما تم المرور على 142 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 772 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبية جميع الحالات، كما تم فحص 629 مركبة وتبين عدم مطابقة 32 مركبة لشروط الصلاحية الفنية، كما تم رفع 300 سيارة و58 دراجة نارية متروكة ومتهلكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 4,323 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة، كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية
الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 751 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 908 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 2046 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 2457 مخالفة ملصقات و12 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2662 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 80,514 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 79,110,948 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 293 قضية من بينها 143 قضية في مجال مكافحة جرائم المطبوعات و150 قضية في مجال جرائم المصنفات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 38 قضية بقيمة مالية بلغت 129,182,490 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 3600 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 4,947,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 33,670,538 جنيها. إلى تونس، حيث دعا الرئيس قيس سعيد أبناء الشعب التونسي إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية التي تشهدها البلاد. وفي كلمة له أكد سعيد أن المشاركة في الانتخابات ستسهم في صنع تاريخ جديد لتونس، أنها فرصة تاريخية للتغيير ولا يجب تفويتها. يا أبناء شعبنا العظيم في تونس وفي كل مكان من العالم، فلا تفوتوها واحتكموا إلى ضمائركم وحدها حتى تستردوا حقوقكم المشروعة في العدل وفي الحرية، وأسقطوا الأقناع عن وجوه التي لبسوها أنتم وحدكم باختياركم الحر وبوعيكم بكل التحديات، قادرون على المضي قدما لنضع معا تاريخا جديدا، لنصنع اليد في اليد تاريخا جديدا لبلادنا. هذا ويواصل الناخبون التونسيون عملية التصويت داخل مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب الذي يمثل السلطة التشريعية في البلاد. ويتنافس 1058 مرشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب، وكانت مراكز ومكاتب الاقتراع قد بدأت استقبال الناخبين منذ الصباح الباكر بمختلف الدوائر بالولايات التونسية، حيث خصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 11485 مكتب اقتراع و4,000
و 692 مركز اقتراع داخل تونس وخارجها. إذن تشهد تونس انتخابات تشريعية جديدة بنظام جديد يهدف إتمام خارطة الطريق التصحيحية التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد في يوليو 2021. ويأمل التونسيون في أن يمثل تطبيق النظام الانتخابي الجديد نهاية لسنوات من الفساد السياسي والمالي، وبما يمهد لتنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية في البلاد. بينما يتوجه التونسيون إلى مكاتب الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب في سياق التحولات السياسية التي تعرفها البلاد منذ 25 من يوليو 2021، تجاوز عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات التونسية 9 ملايين ناخب، وذلك للمرة الأولى بحسب الهيئة العليا التونسية للانتخابات. الانتخابات التشريعية التونسية في حولتها الجديدة تختلف عن أي انتخابات سابقة شهدتها البلاد من حيث التحديات السياسية والاقتصادية، إذ يقترع التونسيون لاختيار برلمان جديد ليكون بديلا عن برلمان لا يمارس أي نشاط منذ نحو سنة ونصف السنة، وذلك بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تعليق أعماله في أواخر يوليو عام 2021 في إطار اتجاه إصلاحي للسياسة العامة في البلاد. كذلك فإن هذه الانتخابات تأتي وسط آمال من التونسيين بأن تنهي عقدا من الفساد السياسي والمالي والفوضى الأمنية، حيث تأتي كآخر مرحلة من خارطة الطريق التصحيحية التي أعلنها الرئيس التونسي. وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم والتي تطغى على المشهد العام في تونس أيضا، أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني التونسي للإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي عند 9.8% في نوفمبر، وهو الأعلى منذ أكثر من 3 عقود، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على أحوال السكان، فيما تشكل بطالة الشباب تحديا كبيرا. ومع انتهاء تونس من استحقاقها الانتخابي، ينتظر الاقتصاد دفعة قوية في يناير من عام 2023 لإنقاذه من الصعوبات الحالية من خلال إكمال المفاوضات التي استمرت طويلا مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 48 شهرا، مقابل إصلاحات اقتصادية تشمل خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العامة. السادسة مستمرة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. بوتين يزور هيئة الأركان المشاركة في الحرب على أوكرانيا ويطلب مقترحات من القادة بشأن سير العمليات. قال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين ترأس اجتماعا بمقر هيئة الأركان المشتركة للقوات المشاركة في العمليات العسكرية بأوكرانيا. وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس بوتين طلب مقترحات من القادة بشأن سير العمليات في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه اطلع على عمل هيئة الأركان والتقدم الذي تم إحرازه خلال العملية العسكرية الخاصة، وعقد مؤتمرا واجتماعات منفصلة مع القادة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت محاولة لنقل أسلحة أجنبية في أوكرانيا إلى إحدى مناطق القتال. كما أعلنت الدفاع الروسية أن أسلحتها عالية الدقة أصابت أجزاء من المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت للطاقة وأخرى إدارية عسكرية. وأفادت الوزارة أن المصانع الأوكرانية التي تنتج أسلحة ومعدات عسكرية وذخيرة تعطلت، وكان مسؤولون أوكرانيون قد أعلنوا في وقت سابق أن روسيا أطلقت يوم الجمعة أكثر من 70 صاروخا على أوكرانيا في واحدة من أكبر الهجمات منذ بدء العملية العسكرية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في ثاني أكبر مدن البلاد، وأجبر كييف على تطبيق قطع كهرباء طارئ في أنحاء البلاد.
من جانبه أعلن البيت الأبيض أن حزمة مساعدات أمنية في الطريق إلى أوكرانيا، ومن المتوقع أن تشمل المزيد من قدرات الدفاع الجوي. وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة، مشددا على التزام واشنطن المستمر لمساعدة أوكرانيا ومحاولتها تخفيف بعض معاناة الشعب الأوكراني. From the very beginning, Martha. افتتح المستشار أولاف شولتس أول محطة للغاز الطبيعي المسال في ألمانيا، معلنا أن السرعة التي تم بها تشغيلها هي إشارة إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيظل قويا. جاء الافتتاح في ميناء فيلهمسهافن الواقع على بحر الشمال في إشارة إلى الأهمية التي توليها ألمانيا للعديد من محطات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي تسعى جاهدة لبنائها بعد الأزمة الأوكرانية، كما تشمل الجهود إعادة تنشيط محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالنفط والفحم مؤقتا، وإطالة عمر آخر 3 محطات طاقة نووية في ألمانيا حتى منتصف إبريل المقبل، والتي كان من المفترض أن يتم إيقاف تشغيلها في نهاية هذا العام. وافقت المفوضية الأوروبية على خطة هولندية بقيمة 1 مليار يورو لدعم مستخدمي الطاقة الصغار في سياق استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية الراهنة. وفي بيان لها ذكرت المفوضية أن هولندا أخترت المفوضية بموجب إطار العمل المؤقت للأزمات بمخطط قيمته 1 مليار يورو لدعم مستخدمي الطاقة الصغار في سياق العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، كما أن هذا التدبير المبلغ عنه هو جزء من مخطط أوسع يشمل 10 مليارات و200 مليون يورو إضافية لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع تكاليف الطاقة. توقع معهد القياسات الصحية والتقييم ومقره الولايات المتحدة بأن رفع الصين المفاجئ للقيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في عدد الحالات ووفاة أكثر من 1 مليون شخص خلال العام المقبل. ووفقا للتوقعات فإن عدد الحالات في الصين سيصل إلى ذروته في الأول من إبريل المقبل، وستصل الوفيات إلى 322 ألفا. توقعات جديدة أعلن عنها معهد القياسات الصحية والتقييم بالولايات المتحدة، إذ كشف عن أن رفع الصين المفاجئ للقيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 قد يؤدي إلى انفجار في عدد الحالات ووفاة أكثر من 1 مليون شخص خلال العام المقبل. ووفقاً للتوقعات فإن عدد الحالات في الصين سيصل إلى ذروته في أول أبريل المقبل، وستصل الوفيات إلى 322 ألفا. وأشار المعهد إلى أن نحو ثلث سكان الصين سيكونون قد أصيبوا بالعدوى بحلول ذلك الوقت. كانت الصين قد رفعت بعضا من أشد القيود التي فرضت لمكافحة كوفيد في العالم في ديسمبر بعد احتجاجات عامة، وباتت تشهد الآن ارتفاعا في عدد الإصابات مع مخاوف من أن يصيب فيروس كورونا 1.4 مليار نسمة خلال عطلة العام القمري الجديد الشهر المقبل. المعهد الأمريكي يؤكد أن سياسة صفر كوفيد التي تتبعها بكين ربما تكون فعالة في السيطرة على الفيروس، لكن قابلية التحول العالية لمتحورات أوميكرون تجعل من المستحيل الاستمرار في تطبيق تلك السياسة. ويتوقع خبراء آخرون إصابة نحو 60% من سكان الصين بالفيروس في نهاية المطاف، ومن المتوقع أن تصل الإصابات إلى ذروتها في يناير المقبل، وستكون في الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن وغيرهم.
أعلنت السلطات الأمريكية أن زلزالاً بقوة 5.4 درجة ضرب مناطق إنتاج النفط غرب تكساس، مما أدى إلى اهتزاز المباني دون التسبب بأضرار. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على بعد 22 كيلومتراً شمال غرب ميدلاند وعلى عمق نحو 8 كيلومترات. وأشارت إلى أن هزة ارتدادية بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر تبعت بعد 3 دقائق الهزة الأولى. لقي أكثر من 160 شخصا مصرعهم جراء فيضانات تجتاح كينشاسا عاصمة الكونغو. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الطرق الرئيسية غرقت بالمياه لساعات في مدينة كينشاسا، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 15 مليون نسمة بعد هطول مستمر للأمطار الغزيرة. كما أسفرت الفيضانات عن انهيار طريق إمداد رئيسي يؤدي إلى ميناء متادي. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات بشأن انتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات. أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن قيامه على مدار شهر ديسمبر وبشكل يومي بتنفيذ العديد من الفعاليات المكثفة والمتنوعة تحت شعار قطار الخير لصالح أهالي محافظة صعيد مصر. وفي بيان له أشار التحالف إلى أن فعاليات قطار الخير لأهالي الصعيد بدأت من خلال إطلاق قافلتين موسعتين بمحافظة قنا، تم خلالهما تقديم مختلف الخدمات الطبية والتنموية والتوعوية والترفيهية لأكثر من 20,000 مواطن، فضلا عن إعادة إعمار 30 منزلا في قرية الفارسية بمركز إسنا في محافظة الأقصر، حيث تأتي تلك الجهود تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بضرورة بذل أقصى الجهود للارتقاء بصعيد مصر. افتتح محافظ مطروح خالد شعيب محطة رفع صرف الصحي الفرعية 7 قبلي الريفية بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. جاء ذلك احتفالا بالعيد القومي لمحافظة مطروح. وتعمل محطة رفع الفرعية 7 قبلي الريفية بطاقة 5000 متر مكعب يوميا وبطاقة قصوى 13000 متر مكعب يوميا، حيث تبلغ الطاقة القصوى المستقبلية للمحطة 21000 متر مكعب يوميا. استكمال احتفالاتنا بالعيد القومي لمحافظة مطروح واستكمالا لاعمال الافتتاحات، بنفتتح النهارده محطة رفع الصرف الصحي لمنطقة ابلة الريفية. وطبعا هذه المحطة بشبكة الصرف الصحي الخاصة بيها بتخدم مناطق ابلة الريفية ومنطقة غوط رباح وعزبة العسكر. المحطة دي ان شاء الله باذن الله رابع محطة يتم افتتاحها خلال الاعياد القومية مدينة مطروح. بتصل نسبة التغطية بدخول المحطة دي إن شاء الله للخدمة إلى 90% من سكان مدينة مطروح، وده طبعا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وتوجيهات فخامة الرئيس بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين. أقام مجمع اللغة العربية احتفالية كبرى بحضور أعضاء المجمع إلى جانب عدد من الشخصيات التي قامت بدور فعال في خدمة اللغة العربية ودعمها. تأتي الاحتفالية بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية لتذكير الأجيال بأهمية اللغة وبدورها في الحفاظ على الفكر العربي.
بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، أقام مجمع اللغة العربية احتفالية كبرى، وذلك بحضور أعضاء المجمع إلى جانب عدد من الشخصيات التي قامت بدور فعال في خدمة اللغة العربية ودعمها. من الممكن النظر إلى هذا الاحتفال الذي ليس مقصورا على مجمع اللغة العربية. الآن مجامع لغوية عربية كثيرة في العالم العربي، بل توجد بعض الجامعات في بعض البلاد الإسلامية تحتفل باللغة العربية بمناسبة هذا اليوم الذي حددته الأمم المتحدة للاحتفال باللغة العربية 18 ديسمبر في من كل عام. هذا اليوم من أهم الأيام للغة العربية. صحيح هناك وجهات نظر تقول إن اليوم العالمي للغة العربية يعني احتفالا بيوم واحد للغة العربية، ولكن لابد أن نحتفي ونحتفل باللغة العربية طوال العام وطوال الأعوام، لأنها اللغة الأم. الاحتفالية تضمنت عددا من الجلسات تحت عنوان اللغة العربية في التعليم بين الواقع والطموح، واللغة العربية والتحديات الحديثة، هذا إلى جانب تكريم عدد من الشخصيات البارزة في خدمة اللغة العربية في مختلف المجالات. كما يقدم المجمع تخفيضات تصل إلى 50% على عدد من الإصدارات. اللغة العربية الحقيقة لابد وأن نهتم بها، لأنها اللغة التي هي تمثل شكل من أشكال أو الشكل الأهم للحفاظ على الفكر العربي، لأنها لغة ضابطة ومضبوطة، كما أقول لغة ضابطة لهذا الفكر المحتوى الفكري ومضبوطة بأحكام اللغة. هذا الاحتفال أهميته أنه هو يذكر الأجيال بأهمية اللغة، وأنها أصبحت يحتفل بأنه هذا ذكرى دخولها كلغة سادسة في الأمم المتحدة، ومهم قوي ولاد اللغة العربية أن يهتموا بها ويعني يدفعوها إلى الأمام. يعني يأتي اليوم العالمي للغة العربية تقديرا للغة الضاد، والتي تعد ركنا أساسيا في التنوع الثقافي للبشرية، وذلك عن طريق إذكاء الوعي بتاريخ اللغة وثقافتها وتطورها من خلال إعداد أنشطة وفعاليات خاصة في هذا اليوم. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مع مؤسسة نيو إيجيبت الدولية لدعم مبادرة حياة كريمة من خلال مساهمة ودعم المصريين بالخارج للمبادرة. يهدف البروتوكول البدء في دعم مبادرة فصول حياة كريمة المتنقلة لمحو الأمية الرقمية، بالإضافة للتسويق الرقمي لإنجازات الدولة المصرية من خلال المبادرة، بعرض أفلام تسجيلية عن هذه الإنجازات في محافل تجمعات المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية. عشان نقدر نخلي ندمج كل جهود مؤسسة حياة كريمة بتعاون مع مؤسسة نيو إيجيبت، إن احنا نضم علينا كل جهود الجاليات بالخارج خارج مصر، وإن احنا نقدر نساهم في عدد من محاور زي محو الأمية الرقمية، لأن احنا بنوفر فصول متنقلة عن طريق شاحنات كبيرة هتنزل لقرى الريف المصري، هتعمل على إن هي تقوم بمحو الأمية الرقمية. النهاردة احنا بنفتخر بتوقيع بروتوكول تعاون كمؤسسة نيو إيجيبت في مصر والشرق الأوسط مع مؤسسة حياة كريمة، المبادرة الرئيسية اللي شرفت مصر قدام العالم كله، ويمكن ده أول بروتوكول من نوعه مع حياة كريمة، لأنه بيمثل في طرف المصريين في الخارج والطرف الآخر مؤسسة حياة كريمة من داخل مصر، فيمكن ده رسالة وهدف مهم جدا احنا بنسعى له، أن أولادنا المصريين اللي في الخارج يكونوا إيديهم بإيدينا جوه مصر، إيديهم بإيدينا في الحلم اللي بيتحقق على أرض مصر. نطلق هذا التعاون بشكل أفضل بحيث أن إحنا نبتدي ننفذ على الأرض، شغالين في العديد من المشروعات، منها فصول حياة كريمة المتنقلة لمحو الأمية الرقمية اللي هيتم تدشينها إن شاء الله في العام المقبل 2023. هدف الفصول حياة كريمة المتنقلة أنها بتوفر فكرة النشر الثقافة الرقمية داخل جميع كرة جمهورية مصر العربية الأكثر احتياجا، وإزاي نحن بننشر الثقافة الرقمية دي جزء مهم جدا منها أيضا هو
التثقيف الرقمي والشمول المالي، وايضا ده بيعتبر بيخدم على شق التمكين الاقتصادي، ازاي المواطنين يقدروا يسوقوا لمنتجاتهم داخل القرى الاكثر احتياجا. والان متابعه لاهم اخبار المال والاعمال ميرنا إيهاب، والمزيد من التفاصيل والمتابعات الاقتصادية إليك. شكرا لكما إلهام وليلى، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال الأسبوع المنقضي بنحو يقدر ب 22.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 973.5 مليار جنيه بنسبة نمو تصل ل 2.3%. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 خلال الأسبوع بنسبة تقدر ب 2.4%، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة تقدر ب 4.97%، فيما سجل مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا صعودا بنسبة 4.84%. هذا وقد ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة إلى 19.7 مليار جنيه خلال الأسبوع. إلى أسواق البترول العالمية، حيث هبطت أسعار النفط بفعل مخاوف من ركود وشيك، بعدما أشارت البنوك المركزية في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية إلى أنها ستستمر في مكافحة التضخم بقوة. وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 2.4% لتبلغ 79.4 دولارا للبرميل، كما هبطت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنحو يقدر ب 2.4% لتبلغ 74.29 دولارا للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 4.9% لتصل إلى 3.8 دولارات للتر، كما هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5.31% لتسجل 6.60 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. توقع البنك المركزي الألماني أن يشهد اقتصاد ألمانيا انكماشا حتى منتصف العام المقبل في ظل معاناة الشركات والأسر من ارتفاع تكاليف الطاقة. وقال المركزي الألماني في تحديث لتوقعاته الاقتصادية أنه يتوقع تراجع الناتج المحلي بنسبة 0.5% في العام المقبل، بينما سيكون النمو في عام 2024 أضعف مما كان متوقعا. قال مسؤول بارز في قطاع التخطيط أن الصين في وتيرة النمو الاقتصادي سوف تتسارع في العام المقبل مع دخول سياسات التحفيز حيز التنفيذ. وقال هان وانشو المسؤول بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية بالحزب الشيوعي الصيني أن الإجراءات الحالية الداعمة للنمو سوف تظل قائمة، وسوف يتم إضافة المزيد من السياسات لتعزيز الاقتصاد. وأضاف هان أنه في حين أن الاقتصاد العالمي يتباطأ، فإن الاقتصاد الصيني ربما يتعافى. وافق صندوق التنمية الأفريقي على منح تمويل قدره 40.95 مليون دولار لبوركينا فاسو لتنفيذ مشروعات الأمن الغذائي وبناء قدرات مكافحة تغير المناخ. وذكر صندوق التنمية الأفريقي أن التمويل يتكون من منحة قدرها 24.7 مليون دولار وقرض بقيمة 12.88 مليون دولار من أجل بناء قدرات الزراعة الذكية مناخيا وحفر أبار مياه تعمل بالطاقة الشمسية، فضلا عن دعم مرونة القطاع الزراعي في مواجهة الآثار السلبية للكوارث المناخية. انتهت جولتنا الاقتصادية، العودة إليكم مرة أخرى إلهام وليلى. شكرا لك ميرنا. وبأخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، لا يتبقى بها سوى التفكير بأبرز ما جاء بها من أخبار.
الرئيس السيسي يبحث مع العاهل الأردني هاتفيا القضايا الإقليمية ويشدد على ضرورة توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي. صندوق النقد يوافق على برنامج تمويل إضافي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، والحكومة تعتبره ثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية. التونسيون يواصلون التصويت لاختيار 161 نائبا في البرلمان، والرئيس التونسي يعتبر الانتخابات فرصة تاريخية للتغيير. وبختام العناوين نصل معكم لختام نشرة السادسة. شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله.